مرحبا، كيفكن اليوم؟ بتمنى تكونوا بخير. أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد على قناة سيلينجو. بدرسنا لليوم رح ناخد مجموعة من الأخطاء الشائعة باللغة الفرنسية، les erreurs courantes اللي ممكن الأشخاص يرتكبوها بدون ما يعرفون. الأخطاء بسيطة بس لازم ندير بالنا عليهم كرمال ما نرتكبون. كل الجمل اللي رح ناخدهم اليوم للأخطاء اللي الشائعة مع تصحيحهم حتلاقوهم بجدول خاص فيهم على موقع سيلينجو، رح حطلكن رابطه بصندوق الوصف مشان تضيفوا لجداولكن وتدرسون عن طريق الاختبارات، حيسهل عليكن الدرس كتير. وقبل ما نبلش بالدرس لا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس مشان يوصلوكن الدروس أول بأول. حنبتدي مع أول خطأ معنا اللي هو وقت أنا بدي أقول مثلا في الصباح. أحيانا بنفكر أنه في الصباح بما أنه باللغة العربية في حرف الجر فيه، فلازم دايما أنا أقول dans le matin dans le matin، بس هذا خطأ لأنه باللغة الفرنسية بنقول دغري le matin. صح هي باللغة العربية كأنه بنقول الصباح فورا، ولكن هي معناتها الباطني أنه فيها أنه في الصباح أو خلال الصباح. حناخد مثال عليها: le matin je me réveille à 8h et je prends de mon petit déj à 9h. Le matin, je me réveille à 8h et je prends de mon petit déj à 9h. في الصباح استيقظ في الساعة الثامنة واتناول الفطور الساعة التاسعة. نحن كنا اخذين البيتي ديج انه هي اختصار للبيتيت ديجوني اللي هو الفطور. فمثل ما لاحظنا دغري قلنا لو ماتان، أبدا ما بنستخدم dans le matin، ما في شيء اسمه باللغة الفرنسية dans le matin. نفس الشيء كمان بينطبق معنا بال le soir. le soir اللي هي معناتها في المساء، ما بنقول أبدا dans le soir، بنقول directement le soir. مثال عليها: le soir je fais du sport et après je prends le dîner. le soir je fais du sport et après je prends le dîner. في المساء ألعب الرياضة ثم أتناول العشاء. فدغري إلنا واستخدمنا le soir بدون dans، ومن المعنى الباطني لإلها فينا نقول أنه le soir معناتها في المساء، وما بنعتاز نحط أبدا حرف جر قبله. الخطأ الثالث اللي معنا واللي ممكن أحيانا نوقع فيه باللا شعور اللي هو الفرق بين comme و aussi que. اثنيناتهم بيجوا بمعنى مثل، سواء كم أو أسي كو بيجوا بمعنى مثل أو كا للتشبيه. بس فينا لازم علينا ننتبه كتير منيح ما نخلط بيناتهم ونقعد نقول كم ك. ما في شي بالفرنسي اسمه كم ك، إما كم لحالة كا أو مثل، أو أسي كو بمعنى مثل أو كا. فكم ك غلط وأبدا ما بنستخدمه. هناخد أمثلة عليهم. مثال مع كوم، كوم مثل. Elle est professeur comme sa mère. Il est professeur comme sa mère. إنها معلمة مثل والدتها، استخدمنا كوم. مثال على aussi que. Elle est aussi gentille que toi. Elle est aussi gentille que toi. إنها لطيفة مثلك أو مثلك. فالفكرة هون إنه حطينا عنا aussi والأدجكتيف اللي عم نوصف فيها الصفة اللي هي عندها مثلها وبعدها ك. فندير بالنا كتير منيح، كوم بتيجي لحالة، aussi que بيجوا مع بعض، ما في شيء اسمه كوم ك. أما الخطأ الرابع معنا اللي ممكن نوقع فيه اللي هو حرف الجر اللي بنستخدمه وقت نحكي عن حرفة أو مهنة. ممكن أحيانا كتير نسمع أشخاص عم بيقولوا je vais au médecin، ما في شيء اسمه je vais au médecin. وقت تحكي عن شخص ما أو مهنة ما أو حرفة ما دايما بستخدم شي. شي بمعنى عند أو إلى، وما بنستخدم أبدا حرف الجر أ مع حالاته سواء أ لا بالفيمينا أو أ بالماسكولا. فدايما وقت نحكي عن حرفة أو مهنة أو شخص ما بنقول شي. Je vais chez le médecin. Je vais chez le médecin.
Je vais chez le médecin. أنا ذاهب إلى الطبيب. فاستخدمنا chez. أبدا ما نستخدم au médecin. ما فيش اسمه au médecin. Chez le médecin. مثال كمان. J'étais chez la coiffeuse. J'étais chez la coiffeuse. كنت عند مصففة الشعر. Chez. طبعا لا كوافوز هي الفيمينا المؤنثة، أما لو كوافور اللي هو المذكر، وتكون مصفف الشعر مذكر نستخدم لو كوافور، ولما تكون مصففة الشعر مؤنث نستخدم لا كوافوز. جيتي شي لا كوافوز بمعنى كنت عند مصففة الشعر. جي في شي لو دونتيست. جي في شي لو دونتيست. أنا ذاهب إلى طبيب الأسنان. كمان نستخدم نفس الشيء شيء، ونفس الشيء بنستخدمه إذا نحكي عن الأشخاص. مثلا أخذناه بدروس ماضية، وقت بدي أقول je vais chez ma mère، أنا ذاهب إلى أمي. chez ma grand-mère، عند جدتي. أو إذا بدي أقول لاسم شخص معين je vais chez Pierre أو je vais chez ماري. فدايما وقت بدنا نحكي شيء له علاقة مرتبط بالأشخاص بنستخدم شي، سواء مهن حرف أو أسماء أشخاص. أما بالنسبة للأماكن فبنستخدم حرف الجر أ، وما بنستخدمه أبدا مع الأشخاص أو المهن أو الحرف. خطأ خامس كمان ممكن نرتكبه بدون الأشخاص ما يحسوا، اللي هي faire une question. وقت بدي أعبر أنه أنا عم بطرح سؤال أو فكرة طرح سؤال، فأحيانا كتير أشخاص بيستخدموا faire une question بمعنى يعمل سؤال، أما هو الصحيح هو poser une question. وقت تحكي على question وطرح سؤال دائما بستخدم ال verb poser. مثال عليه: je voudrais poser une question s'il vous plaît. je voudrais poser une question s'il vous plaît. أود أن أطرح سؤالا من فضلك. مثال كمان: j'ai fait poser une question à mon professeur. j'ai fait poser une question à mon professeur. سوف أطرح سؤال على أستاذي. elle pose beaucoup de questions. elle pose beaucoup de questions. إنها تطرح الكثير من الأسئلة. il a beaucoup de questions à poser. il a beaucoup de questions à poser. لديه الكثير من الأسئلة ليطرحها. فدايما وقت نحكي عن شيء له علاقة بطرح الأسئلة بنستخدم poser une question، أبدا ما نستخدم الverb faire لحتى نقول إنه هو بده يطرح سؤال. faire une question غلط. وهيك بيكون خلص درسنا لليوم. بتشكركن على المتابعة وبتمنى هالدرس يكون مفيد لإلكن. إذا كان عندكن أي سؤال استفسار أو اقتراح بتمنى تحطولي إياه بالتعليقات وأنا رح جاوبكن عليه. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، سبسكرايب للقناة، تفعلوا زر الجرس، تعملوا شير للفيديو مع رفقاتكم اللي عم يتعلموا فرنسي أو بحبوا يتعلموا فرنسي. وكل الجمل اللي أخذناهن اليوم حتلاقوها بجدول خاص فيها على موقع سيلينجو، وححط لكم الرابط بصندوق الوصف مشان تضيفوها لجداولكم وتدرسوها ويسهل عليكم دراستها عن طريق الاختبارات. بتمنى لكم صحة دائمة وبشوفكم في فيديوهات قادمة. إلى اللقاء.